قالت مصادر أمنية مصرية إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 2 آخران بجراح خطيرة خلال الليلة الماضية في سقوط قذيفة على منزل في قرية قريبة من مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء أو في محافظة شمال سيناء. ومن جانب آخر، نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق ضلوع حركته بما يجري في سيناء، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية على يقين أنه لا علاقة لحماس بما يجري في سيناء.